بالنسبة للمقابلة الأولمبيك أسفي، كل شيء كيعرف الأحداث اللي جرات في المقابلة. حتى كنا عازمين هذيك المقابلة باش نفوزوا بها، باش نحاولوا أننا نكملوا مقابلة أخرى بواحد الأريحية نوعا ما، خصوصا السيتياسي اللي فيها الفارق. كانت مقابلة الحمد لله كانت غادة مزيان، كنا منتصرين. كنظن أن حتى الدقيقة 87 كانوا جميع اللاعبين ديال الدفاع الحسني الجديدي بداو كيحسوا بواحد الارتياحية. بدينا كنقولوا بأننا كلشي كيدور في الدماغ ديالو بأنك لا فزتي بهذه المقابلة هذه غتعطينا بزاف ديال الحوايج من هنا لقدام. كنتفاجئوا بواحد ضربة جزاء اللي كلشي قال بأنها ضربة جزاء اللي كانت خيالية. من بعد هذيك ضربة الجزاء الاولى ما كان بنادم معاودها وداك الشيء، انا ما احتجيتش على الاربيط، ما هضرتش معاه في الاولى. قلت ممكن الاربيط كيغلط، لعبنا دي ماتش اللي كبار من هاد المقابله الاسفي، وكان الاربيط كيغلط. كما كنقولوا الاربيط انسان ممكن انه يغلط. من بعد جات واحد ضربة الجزاء اللي بينا ديالنا، وكل شيء بانت لي. انا كنت بعيد، كنت يلا رجعت الكره بحال هكا، من بعيد بانت لي بانها ضربه جزاء. تسنيت ان الاربيط غادي يصفر، خصوصا الضربه الجزاء الاولى اللي كانت مشكوكه وما كانتش كاع، ماشي حتى مشكوكه ما كانتش. قلت راه غادي يصفر عليها، حتى شي واحد ما غيحاسب وحتى شي واحد ما يقول لي علاش صفرتي عليها ولا ما صفرتيش عليها. كنتفاجئوا بانه ما صفرش، تردد وما صفرش. من بعد الصديق ديالي كيقول لي راه بان الاربيط اللي فتوش بحال بغى يدخل وهو رجعو. هادشي اللي سمع الصديق ديالي قال لي بانه رجعو. بدينا كنحسوا بانه ظلم ولا بان الاربيط انه بحال متعمد، فهمتي؟ خصوصا حتى في الكلام ديالو مع اللاعبين في المقابله كان في واحد النوع من الاستفزازيه، فهمتي؟ انا ما هذيك اللحظه ما شعرتش، درت واحد الحركه اللي كما قلت لك ما شعرتش، ولكن بالنسبه لهذيك الحركه اللي درت كندافعت، قربت عند الاربيط مندافع بزاف، ولكن كنتفاجئ في القرار اللي جاب انه ضرب مؤدي الى الجرح. كما كل شيء شاف انه كمل المقابله، ما كان لا جرح لا والو. كنظن انه قرار اللي قاسي بزاف، وخصوصا من بعد كل شيء كيعرف الكاريير اللي دوز ملي كنت في الوداد، للاصابه لهذه الحمد لله استرجعت بعض من الامكانيات ديالي. كنت فاجئ بهذه العقوبه اللي قاسيه اللي صعيبه على اي لاعب، خصوصا ان اللاعب الرسمي ديالو الحقيقي هو كره القدم هما المباريات. اما ملي كتوقف بهذا الشكل هذا صعيب باش غادي تعاود ترجع، لا مورال مو لا بزاف ديال الحوايج. مازال ملي كتكون موعد كتقول راه هذا قدر من عند الله، حتى هذه حتى هي قدر كتعلم منها. بالنسبه من جهه ديالي انا كنعتذر على هذاك كيف ما كان استدعاني الرئيس مورا المقابله قبل ما يصدر لا حكم لا والو، قال لي بانك درتي شي حاجه اللي ما عمرك درتيها، فهمتي؟ كان واحد احتجاج لي مبالغ ان في عال لي مبالغ فيه. قال لي رغم ان هذاك الشيء اللي وقع في المقابله والاربيط ظلمنا وهذه وهذه، قال لي كان واحد احتجاج اللي زيد. اعتذرت ليه، قلت لي انا ما شعرتش في هذيك اللحظه كيفاش. كلشي كيعرف الناس اللي متبعين الكره راه عارفين كاينين لاعبين اللي لا سمعتي شي حاجه كتقول راه فايت منو دارها ولا هذه. انا ملي بديت الكره لم ماشي غير مع الحكام، حتى مع اللاعبين اللي كنكون لاعب ضدهم الحمد لله عندي علاقه معهم مزيانه، ما عمرني كان بيناتنا شي شناان ولا شي حاجه. كتسالي مقابله كنحترمهم كيحترموني، اللاعبين اللي لعبت معاهم راه كلشي، فهمتي؟ ما نهضرش على راسي، الناس كيهضروا، فهمتي؟ كنبغي نشكر جميع المغاربه اللي ضامنوا معايا، اللي هادشي اثر فيا بزاف اكثر من التوقيف. بكل صراحه تفاجأت انا بهذا كما كان التعاطف الكبير اللي الشعب المغربي معروف عليه بحال هاد الحويجه هادو. حتى كنحسوا ببعضياتنا كمغاربه، كنبغي نشكرهم بزاف وكنبغي نعتذر لهم بهاد المناسبه هادي. وكنتمنى ان انا عندي الثقه ان شاء الله في اللجنه ديال الاخلاقيات باش تشوف من زعما تغير الكارير اللي دوزت شي حوايج اللي مهمين بالنسبه لي انا،
وانني ما عمرني حتى خديت حمراء وتوقف جوج حتى جوج ماتشات فهمتي في الكارير ديالي كامل. كنت توقف ماتش هكا 4 صفرات ولا هكا خديت حمراء تقريبا حمراء اللي عاقل على في حياتي هذه حمراء الثانيه. كنظن كما قلت لك قرار اللي قاسي بزاف. كما قلت لك انا عندي الثقه فيهم من بعد هادشي اللي غيكونوا عاوتاني عاودوا ريحوا هادو يشافوا المعطيات اللي ماشي بحال الاول. كنظن انهم غيعاودوا يراجعوا هاد القرار هذا وانا عندي الثقه فيهم ان شاء الله باش يخفوا لي هاد العقوبه هذا. بكل صراحه انا مورا المقابله فاش ريحت وبردت وهداك الشيء فهمتيني بليش كنقول واقيلا غنوقف في ماتشات ولا ثلاثه كنقول غير هادو. وهذيك الساعه كنحس بها بزاف خصوصا كان عندي واحد اوبجيكتيف لا انا لا مع الفريق وداك الشيء باش نحاولوا اننا نخرجوا الفريق من هذه المرحله هذه. ولا بالنسبه للتسميه ديالك باقي فهمتيني كلشي كيعرف انك بعد مقابله كدير واحد كما كنقولوا احصائيات انك كيفاش كنتي هذه مقابله من بعد مقابله كتمنى انك تحسن وتدوز واحد السنه اللي كتكون راضي عليها ان شاء الله. بكل صراحة أنا ما عمرني كما قلت لك عمرني عشت هذا الشيء. كان قرار اللي ما بحال الصدمة فهمتي ما عرفتش كيفاش نتقبله كاع. من بعد كنشوف الناس كاملين كيتضامنوا معايا والقضية كبرات بزاف وهذاك الشيء. بكل صراحة اضطريت أنني ما قدرتش أنني نتل استجواب في هذيك اللحظة ما قدرت نهضر مع حتى شي حد. قررت أنني فهمتيني طفيت شي تليفون هذه ما بقيتش قادر. بكل صراحة كانت داس عليا واحد المرحلة خصوصا من بعد الحكم كانت مرحلة اللي صعيبة بزاف ما قدرتش نمتلك راسي. حاولت انني نبقى قوي قدام العائلة ديالي وهداك الشيء ما كنبينش ليهم باش ولا تشوف مع الاصدقاء ديالي ديال الفرقة. ما حاولت انني نكون قوي ونبقى كيف ما كنت فهمتي رغم ان كل شيء كيلاحظ كيقول لك لا هاد القرار غيأثر عليا هادي. بكل صراحة حاولت انني نكون قوي وما نبينش لا العائلة ديالي لا عندي الأصدقاء. عندي جوج بنيات بقيت معهم كنحاول أنني في الدار أنني نخلق واحد الجو باش ننسيهم هذيك الحوايج اللي سمعوا وهذاك الشيء. كتجيهم شي حاجة صعيبة ولكن ملي كيشوفوك أنت كتضحك معهم وهذاك الشيء واخا أنك من الداخل ولكن بحال كتكذب عليهم ولكن في صالحهم فهمتيني. حتى الوالدين ديالي وهذاك الشيء كيبردوا اما لا شافوك انت مدمر وحطيتي يدك وهداك الشيء حتى ما غيفشلوا معك. لا شافوك قوي كلشي غادي يحسوا بك فهمتي كما كنقولوا الراجل ما خصوش يهبط يدو. باقي الحمد لله المسار قدامي ان شاء الله وان شاء الله نرجع ان شاء الله. بالنسبه لك كنتمنى ان اي لاعب ما يطيحش في هذه السيتياسيون دي. اول حاجه سيتياسيون صعيبه كل لاعب وكيفاش غادي لونتوراج ديالو وكيفاش العقليه ديالو كيفاش غيتقبل هذاك الشيء. يقدر يمشي لشي حوايج اللي خايبين يقدر يدير شي رياكسيون اللي ترجع عليه فهمتيني بحوايج اللي خايبين. فهذيك المرحله ديال لاكريزيه فين خصك تكون قوي وخصك تعرف كيفاش تجري الامور ديالك. وكنتمنى هذا الشيء ما يتكررش. هذه كما كتعرف من بعد مقابله كتبرد كتقول لا ما كانش واخا يكون غير احتجاج لبسيت كتقول لاربيت صافي صفر علاش انا غنمشي نهضر ولا هذه كيف ما بغى يكون الحال. وكنبغي نشكرهم جميع اللاعبين اللي لعبت معهم. كنبغي نشكرهم اللاعبين ديال الوداد البيضاوي اللاعبين ديال الجيش الملكي وجميع اللاعبين المغاربه اللي كلشي قال لي بانهم في الفيسبوك ولا في مواقع التواصل الاجتماعي انهم سانديني. وكذلك الجمهور ديال الجيش الملكي ولا الوداد اللي كنت كنتمي ليهم اللي تما ساندوني بزاف وجميع الجماهير المغربي. بالنسبه للمدرب بدو الزاكي مدرب اللي فيت مني انني خدمت معاه بكل صراحه كان ساندني بزاف هضر معايا كما كتعرف بدو الزاكي انه فيت انه كان لعاب كيعرف العقليه ديال اللعابه مزيان. هضر معايا مزيان قال لي بانه اول حاجه بان هذا الشيء رغم المقابله اللي ضاعت لينا اننا ضعنا فيك انت وهادي وقال لي هذا الشيء خصك تستافد منه باش ما تعاودش مره اخرى. واخا قال لي هو اصلا
من بعد المقابله ديما كيدير لينا واحد ديال الاربيط كيقول لنا، هو كيقول لك تا احتياجات، واخا غير تهضر معاك يقول لك ما غتستافد والو. قال لي بانني حسيت بك في هذيك الوقيته على السيناريو اللي وقع في المقابله، وهذه كان سيناريو اللي كان غريب واحد شويه، وقال لي انه تايق فيا ان شاء الله، باش رغم هذا الشيء بانني عندي شخصيه ان شاء الله باش نقدر انني نقاوم هذا المشكل هذا ونرجع ان شاء الله. بالنسبه للتعامل ديال جميع مكونات النادي، لا من لاعبين ولا مدرب ولا مسيرين، بكل صراحه كل شيء ساندني. حسيت براسي باننا المشكل وقع لي ما بين والديا، فهمتي، حسيت براسي بحال في الدار ديالنا. كنبغي نشكرهم بزاف وكنبغي نعتذر لهم، وكنتمنى ان هاد الماتشات اللي جايين انهم نفوزوا فيهم ان شاء الله، باش ان شاء الله باش نصوفيو الفريق وباش نستعدوا الموسم القادم ان شاء الله، باش نكونوا باش نحققوا داكشي اللي كيتمنى الجمهور الجديدين ان شاء الله. هاد الشيء اللي عشت هاد الايام هذا من خلال التضامن ديال الشعب المغربي، راه كاينين الناس كنتلاقى معاهم في الزنقه، غير مراه غاده بحال هكا كتفاجئني كتقول لي يا ولدي ان شاء الله غيكون خير، وهادي بكل صراحه زعما اثر فيا اكثر من وليت كنفكر في الناس اكثر ما كنفكر في المشكل ديالي، فهمتي، وليت حشمان تنشوف في الناس بكثره هذاك التضامن اللي كتشوفهم هذاك الشيء كتحشم. كنشكرهم بزاف، وكنتمنى هذا الاهم في هذا الشيء كامل هو ان شاء الله لجنه الاخلاقيات تشوف بعين النظر في هذا الموضوع هذا وتحاول انها تخفف هذه العقوبه هذه لاقصى حد ان شاء الله. ان شاء الله اجدونا هذه الصوره انه بعديها.